بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأحبة المستمعون لتكريم أحد إخواننا الذين فارقونا بعد أن كانوا معنا نعتز بهم ونهتدي بهداهم وننصح شباب الأمة أن يقتدوا بهم ويجعلوهم مثلا لهم في حياتهم. ذلكم هو الأخ الحبيب العزيز علينا والأثير لدينا الأخ الأستاذ حسني أدهم جرار، أحد رجال الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية الذي ترك آثارا في كل ناحية عمل فيها، لأن عمله كان موصولا بالله تبارك وتعالى، لم يكن بعيدا عن الله، كان عمله ربانيا. والعمل الرباني هو الذي يصل الإنسان أعماله كلها بربه عز وجل، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني من علم وعمل وعلم، يجمع هذه الأمور الثلاثة. وقد رأيت الأخ الأستاذ حسني جرار يجمع هذه الثلاثة. عرفت الأخ حسني جرار بعدما جئت إلى قطر بسنتين. لقد وصلت إلى قطر في سنة 1961 مديرا لمعهدها الديني الثانوي، وبعد سنتين جاء الأخ حسني جرار لينضم إلى الكتيبة العاملة التي جندتها من بلاد شتى لتعمل في إطار المعهد الديني، تكوين طلاب المعهد الديني الذي ينشئ رجالا محتسبين لله، مهمتهم أن يعلموا الناس هذا الدين تعليما حقيقيا، أن يعلموا الدين على أصوله كأنما يأخذونه من السلف الصالح لا من الناس الذين ضيعوه وأهملوه ولعله فرقا شتى. كان حسني جرار من هؤلاء الشباب الذين جاءوا وتعرفت عليهم، لم أكن أعرفه من قبل، وإنما عرفته حينما لقيته بمجرد
أن جلست معه وعرفت حياته وعرفت طريقته وعرفت ما يهتم به، أدركت أن هذا الرجل من الرجال الذين هيأ الله لهم أسبابا ليكون لهم من عملهم ما يذكر وما يشكر. كان أدهم جرار من رجال التربية والتعليم، ومن رجال الشباب والطلاب، ومن رجال الدعوة والثقافة، ومن رجال العبادة والرياضة. يجمع عدة أشياء في رجل واحد، وهو صاحب همة وصاحب عزيمة، ليس مجرد رجل كلمنجي. هناك من الناس من تلقاهم فلا تجد إلا أنه يحب الكلام، هذا لا يحب الكلام، يحب العمل ويحب أن يعمل من وراء ستار، لا يحب أن يراه الناس، يحب أن يراه الله وأن يعرفه أهل الحق وأهل الخير، يعرفوه بما يبذله من أجل هذا الدين، من أجل تمكين هذا الدين. حينما عرفت الأخ حسني جرار قلت الحمد لله، من الله علي بشاب يكون من الشباب الذين أستطيع أن أقول لهم افعلوا كذا فيفعلوا، قوم الليل فيقوم الليل، أقيموا معسكرا يقيم المعسكر، ادعوا الشباب إلى هذا المعسكر، عيشوا معهم يعيشون معهم. وكان حسني جرار عنده من التربية السابقة، حيث تربى في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وتربى في حركة التعليم والشباب في الأردن من ناحية، وفي المملكة العربية السعودية من ناحية أخرى، فسقطته هذه المرحلة وأصبح قادرا على الأداء، وقادرا على الامتثال، وقادرا على التعاون مع الآخرين. هناك أحيانا يبتليك الله في العمل بأناس لا تستطيع أن تعمل معهم، أناس مهمتهم أن يخربوا العامل، لا يعملون شيئا بل يعطلون العمل القائم. ولكن الأخ أدهم حسني أدهم جرار كان من الرجال العاملين، ليس هناك شيء يستطيع أن يعوقه، إذا ولد المعوق حاول أن يترك هذا الشخص ويبحث عن شخص آخر ويهمل هذا أو يتركه في حاله. ولذلك عمل مع ناس كبار من أبناء قطر ومن أبناء المنطقة ومن أبناء العرب، عمل معهم وأرشدهم واستفاد منهم وأفادهم، وظل هكذا عدة سنين. لم يكن معه أكثر من الثانوية، ولكنه حصل على شهادة الليسانس من بيروت، وأصبح معه هذه الشهادة، ومثل قطر في بعض المؤتمرات،
كان الرجل كما يعرف من عرفه قادرا على أن يقرأ وأن يستفيد من قراءته. كثير من الناس يقرؤون ولكنهم لا يستفيدون مما يقرؤون، لأنه يقرأ على عجل، لا يقرأ ليفهم، لا يقرأ ليتخذ من قراءته وسيلة لإنضاج الآخرين وإنارة طريق الآخرين. هكذا كان أدهم حسني جرار يقرأ ويسأل. كثيرا ما يسألني ويسأل إخواني أن من يريد أن يفهم لابد أن يسأل، من لا يسأل أحدا لا يستكمل تعليمه، إنما الذي يريد أن يتعلم لابد أن يقرأ ويقرأ في أكثر من ناحية. إذا كان يقرأ للتثقيف والتربية لابد أن يقرأ في كتب العلم المختلف، ويقرأ في كتب الثقافة، ويقرأ في كتب التربية، ويقرأ في بعض كتب الفلسفة وبعض كتب الاجتماع، يقرأ ما يكون الشاب المثقف. هكذا قرأ حسني جرار وظل يعمل معي في المعهد، في مكتبة المعهد، وفي أمانة مخزن المعهد، وكان رجال الإدارة الذين يفتشون عليه يعطونه 10 من 10 امتياز في عمله، كل عمله ممتاز، لأنه عمل مدقق، عملا ليس عملا أعمى، اعمل زي ما تيجي يمين شمال، لا، الرجل يعمل بتوثيق وتوفيق، توفيق من الله تبارك وتعالى. عمل في مكتبة المعهد ونظم مكتبة المعهد تنظيما عظيما ليستفيد منهم طلاب المعهد. كان حسني الساعد الأيمن مع عدد من الإخوة الذين أتيت بهم ليساعدوني، وكان الأخ حسني أحد هؤلاء الذين نفع الله بهم هذا البلد ونفع بهم هذا المعهد، وتربى على يديه كثير من الشباب. وأقول أيها الإخوة، كان حسني رجلا مباركا، رجل عمل وليس رجل قول أو كلام كثير، وعمل في الصميم، لا يذهب في الأشياء التي من ورائها الإعلام وليس ورائها عمل يجدي، إنما يرى الأعمال التي يثبت فيها ويركز ويغرس، كل غرس يخرج منه شجرة أو نخلة أو هكذا. كان غراسا من الذين يغرسون، وهكذا ظل حياته. في حياته في بعض السنوات بدأ يكتب، وكتابته كان يريني ما يكتبه، بدأ يكتب أول ما يكتب في رجال الدعوة الإسلامية وأناشيد الدعوة الإسلامية، هو الأخ أحمد الجدع من شباب قطر هنا، ونشروا بعدين صار ينشر كتبا في الدعوة، كيف ننتفع بالدعوة وكيف ننشر الدعوة، ثم كتب عدة كتب للأشخاص، الشيخ أمين الحسيني
رجل القضية الفلسطينية الأول وعز الدين القسام، وكتب عن أخينا الشهيد الأخ الحبيب المجاهد الذي نذر نفسه ليعيش لقضية أفغانستان، ترك قضية فلسطين من لا يزال أمامها الزمن، وولد قضية فلسطين تحتاج إلى الرجال، وذهب إلى أفغانستان وبدأ يدور على العالم الإسلامي يحدث الناس عن أفغانستان، ويحضر معنا في المؤتمرات العالمية في أمريكا وأوروبا وفي آسيا وأفريقيا، وأتحدث عن هذا البلد العظيم، حتى كتب الله له الشهادة، ختم حياته بشهادة، نسأل الله أن يقبله في الشهداء العظماء الذين يرفع الله مكانتهم عنده. كتب حسني جرار عن الشهيد عبد الله عزام، وكتب عن أشخاص كثيرين، وقدم لي كتب، قدم كتابي الشعر الجزء الأول من كتابي من جزئي شعري نفحات ولفحات، قدم له مقدمات وكتب له كتابة طيبة وقدمه، لأن كانت كتبي الشعرية مبثوثة في العالم ولم تجمع، هو بدأ يجمع هذا الكتاب ويقدمه للناس، واشتغل في هذه الكتب، جمع عدة كتب كلها لها قيمة في وزن الرجال الذين يعرفون الكتب وموازينها ويقدمونها للناس. وقد ذهبت إلى فلسطين سنة 1966، كنت أذهب قبل ذلك إلى لبنان، وتحدثت مع الإخوة الإخوة الفلسطينيين، أليس يوجد في فلسطين أماكن يمكن أن نجد فيها بيوتا نستأجرها ونعيش بين إخواننا المسلمين في هذه البلدة المباركة؟ ووجدنا إخوة قالوا نعم ستجدون، وعندنا في الخليل أماكن فيها حدائق جناين. في هذا الصيف زرنا حسني في قريته صانور، إحدى قرى فلسطين، وزرناه وزرنا أهله في هذه القرية، أنا وزوجتي وأولادي، زرناه بعد أن زرنا أيضا جنين وفيها من عائلة جرار، وهي عائلة كبيرة اشتغلت بالعلم والقضاء والسياسة والمقاومة، وزرنا هذه البلاد وزرنا بعض البلاد الأخرى، وبعضها كان معنا حسني جرار رحمه الله. أنا أقول أيها الإخوة، حسني جرار يستحق كلاما كثيرا، وكنت أود أن أكون في حالة أحسن من حالتي هذه لأعطيه بعض حقه، فهو أخ ممن يعزون علينا وممن نحبهم ونقدرهم،
من الناس من تحبه ولكن لا تقدره، ومن الناس من تقدره ولكن لا تحبه، أما الذي تجمع له بين الحب الحقيقي والتقدير الحقيقي الاحترام الحقيقي فهو مثل الأخ حسني درار، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما كتبه وما قدمه لأمته، يجعل ذلك حسنات ودرجات عنده، واجعله في ميزانه يوم القيامة، وتقبله الله تبارك وتعالى في عباده الصالحين المجاهدين المهاجرين لله عز وجل. هو أيضا أخذ عند الإسرائيليين، سجن وأكثر من سنة، ثم جاء إلى قطر بعدها. أسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزانه، وأن يكتب له القبول عنده، وأن يبارك في ذريته، ويبارك في كل من تعلق به، وكل من انتفع به، وكل من له صلة به. أسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ له المغفرة والرحمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. واجعل اللهم هذا الأخ الكريم من مأثورات إخوتنا في حماس، الذين عملوا للإسلام بإخلاص. أسأل الله أن يتقبلهم ويتقبل من إخوانهم في الحركة كلها، واجعل منهم إن شاء الله العاملين المجاهدين لتحرير الحركة من هذا الظلم الصهيوني الذي يعمل على إبطال الحق وإحقاق الباطل، ولكن يأبى الله إلا أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اللهم آمين. اللهم إني أسألك أن تغفر للأخ حسني أدهم درار، وتكرم أولاده وأحفاده وأقاربه وأهله وكل من يحبه، إنك سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.